السيريوك كان دائما حاضرا في ملفات الحقوقية، وكان له وجود قانوني، كان نزيها في عمله جريئا وشجاعا. اشتغلنا بشكل مشترك في المجال الحكومي، وكان نعم الصديق ونعم الزميل، وكان على صادقا وشجاعا وجريئا. وتكمن وطنيته كما قلت في طريقة عمله وفي دفاعه عن القضايا الوطنية بكثير من الزخم وبكثير من الجرأة وبكثير من الشجاعة وبكثير من النزاهة. سي شوقي بن يوب رحمة الله عليه يغادرنا اليوم إلى دار البقاء بعد حياة حافلة من النضال والكفاح من أجل سيادة ثقافة حقوق الإنسان، ومن أجل أن يرتقي المجتمع المغربي إلى مجتمع تصان فيه هذه الحقوق على كافة المستويات، سواء تعلق الأمر ببداية مساره في محافل نضالية مختلفة، أو تعلق الأمر بفترة انتقالية أساسية من أجل أن تعمل بلادنا على طي صفحة الماضي والدخول في فترة أرقى متقدمة، أو في نهاية مشواره كمندوب وزاري في حقوق الإنسان. هو يغادرنا ونشعر بحزن كبير، لأنه من الرجالات الذين من الصعب جدا أن يعوضوا في زمننا اليوم، لكنه ترك بصمات لن تمحى في مسيرتنا المشتركة من أجل سيادة ثقافة حقوق الإنسان. أنا تنحضر للجنازة ديال هذا السي شوقي بن يوب، لأنني أجد فيه صفات الإنسان المناضل الصادق الذي عرف بنضاله الكبير، والذي في وقت المراجعة كان كذلك معقولا واندمج في وسطه وفي بيئته وفي دولته، وحاول أن ينفع قدر مستطاعه، وكذلك لأنه كان شديد اللطف وحسن المعاملة. فاليوم حقيقة في تقديري اختطفته الموت في وقت مفاجئ بالنسبة إلي، وأفاجأ أنه أصغر مني سنا، فلا أملك إلا أن أترحم عليه، وهذا جهد الوفاء بالنسبة إلي. سي بن يوب له خصال كثيرة ومساهمات في مختلف المجالات التي اشتغل بها، ولكن سيبقى شاهدا على مساره الحقوقي كل ما بذله، فسواء فيما يرتبط بتجربة الإنصاف والمصالحة أو فيما يرتبط بأدائه في المندوبية الوزارية. فمساره القانوني اقترن بلا شك فيما أعطاه لفائدة حقوق الإنسان في مختلف مراحل إقرارها ببلادنا، والحرص على أن لا تتكرر تجربة الماضي الأليم فيما يرتبط بممارسة هذه الحقوق. فشوقي بن يوب رحمه الله سيبقى دائما من رموز العمل الحقوقي ببلادنا، ومن المساهمين في الذود عن هذه الحقوق وإقرار ممارستها بشكل لائق.